الله الذي جعل الزواج آية، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه هي الآية، المودة والرحمة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. جاءتكم جاهتنا من الهرش وإلى الهرش، طالبين يد ابنتكم نرجس سائد الهرشي لابننا بدر وسام الزبداوي الهرشي على كتاب الله وسنة رسوله، آملين منكم الموافقة ولكم الشكر سلفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحل الزواج وحرم الزنا والسفاح وجعله آية من آياته، لقوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلي وسلم وبارك على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد، القائل في حديثه الشريف مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجاهة الكريمة، أهلا وسهلا بكم. إلى صلاة عن نفسي وبالنيابة عن والد العروس وأعمامها أبارك هذه الخطوبة وأقول لهم مبارك، وعلى هذه النية الفاتحة.